بعد ما شفنا وتابعنا الاحداث اللي حصلت امبارح، دلوقتي هنشوف اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده. عندنا كمان مباريات مهمه جدا، اهمها الاهلي ووفاق سطيف في نص نهائي ابطال افريقيا، ومباريات مختلفه من الدوريات العالميه. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هيخوض طلاب سنة أولى ثانوي في جميع المدارس الثانوية تدريب اختياري على التابلت في شكل امتحان لمادة الأحياء لمدة ساعة واحدة. التدريب ده هيتعمل جوه المدارس المجهزة لعقد امتحانات آخر السنة. كمان هتنطلق النهاردة امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل في المدارس الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية، وده وفقاً لجداول الامتحانات المعتمدة من جانب كل محافظ. النهاردة برضو هتقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفل بعنوان مصر في الموسيقى الساعة 8 بالليل بقيادة المايسترو نادر عباسي، وهتشارك المغنيين السوبرانو داليا فاروق. هيتضمن البرنامج عدد من الأعمال الكلاسيكية العالمية المستلهمة من الحضارة المصرية العريقة اللي تأثر بيها عدد كبير من المبدعين. أيضاً النهاردة هتتجه أنظار جماهير الأهلي لمتابعة مباراة الفريق قدام وفاق سطيف الجزائري على ملعب الأهلي، وده في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهتتلعب المباراة الساعة 9 بالليل. لعشاق الدوري الإنجليزي هيكون معادهم النهاردة مع مباريات كبيرة في إطار الجولة 36 من عمر المسابقة، هتتلعب 4 مباريات الساعة 4 العصر. هيواجه فيها فريق برنتفورد ساوثهامبتون، وبيرنلي مع أستون فيلا، وتشيلسي مع وولفرهامبتون، وكريستال بالاس مع واتفورد. الساعة 6:30 هيواجه فريق برايتون مانشستر يونايتد، والساعة 9:15 هيكون معادنا مع مباراة القمة اللي هتجمع ليفربول بتوتنهام. لعشاق الدوري الإيطالي هيكون معادهم النهاردة مع 3 مباريات حاسمة في الجولة 36 من عمر المسابقة والمنافسة على لقب الدوري. تورينو هيواجه نابولي الساعة 3 العصر، وساسولو مع أودينزي الساعة 6 المغرب، وفي السهرة هيواجه لاتسيو فريق سامبدوريا الساعة 9:15 بالليل.